ديري بالك ما تشقيها. هيك منيح يا مو؟ فرجيني يا مو، استني لحظة. فرجيني. ايه منيحة كثير، بس بدها شوي. مين جايين عندها الصبح؟ قومي يا مو شوفيني، قومي. حاضر يا مو. اللهم اجعله خير. مين؟ أنا شهيرة أختي، افتحي. أهلين شهيرة. أهلين أختي، فوتي فوتي. يا ميت أهلين وسهلين، تعال تعال حبيبي. تسلمي. فوتي أختي فوتي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، جيتي بوقتك يا مو. شلونك يا مو؟ أنا منيحة يا مو الحمد لله. أنتِ جاي زيارة ولا؟ يبعث لي ضربة إن شاء الله. وعم تبكي لك أمي؟ شوفي. تعي تقبريني، عادي 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 لشوف، احكي لي. عادي يا تقبري أمك عادي. شو يا مو؟ متخانقة أنتِ وجوزك؟ شو يا؟ أكلة قتلة من صباحية الله؟ فهمية سمعينا، تركي أختك بحالها. يا مو تقبري قلبي، احكي لي شو صاير بينك وبينه؟ احكي يا أمي احكي. يا مو والله ما ساويت له شيء، كله لأني رحت امبارح لعند جارتي أم حسن وشربت عندها فنجان قهوة. يا مو والله هي عزمتني. مانك أخذة إذن من جوزك؟ لا يا مو، هو ما كان بالبيت لحتى آخذ إذنه. يا تقبروني على السمعة؟ شلون بتطلعي يا أمي من بيتك من غير ما تاخدي إذن جوزك؟ شلون؟ يا مو جوزي بيطلع على الطاحونة من طلوع الضو ما بيرجع لبعد المغرب، شلون بدي آخذ إذنه وهو ماله بالبيت؟ بتأجلي زيارتك ليوم تاني لبين ما تاخدي إذن جوزك، عم تفهمي؟ لك الله يسلم هاليدين تقبري قلبي. ويديك يا مو. يلا يلا ها. شو يا مو؟ بعتوا غدا للشغيلة الطاحونة؟ ايه لك وجه الصبي اخذه. اي عاد حسبتوا حسابك حده؟ يا لك عن شلون؟ بس والله غريبة. احكي لي يا مو شو الغريبة تقبرني؟ عم حده ما قال لي انه شهيرة زايرة عنا اليوم. لو قال لي رايح اتغدى وبرجع بعدين. شو نسيان انه مرته عنا يعني؟ لو عرفان هيك قلت له يجي يتغدى معنا. يلا امي خيرها بغيرها. شو شهيرة؟ ليش ما عم تاكلي؟ اخي لا عم اكل. في شي يعني؟ لا اخي ما في شي. شلونه حدو؟ منيح اخي ببوس ايدك. وينه؟ ماني شايفه. هلا نيمته دايما. قولي شوفي اختك شباب. حاضر اختك. شبه شهيرة يا مو؟ ما في شي يا مو، لا تشغل بالك. متنقرة هي وجوزها شوي. انت الله يرضى عليك، قوم صلي هلا الظهر ونم لك شي ساعة زمان. بعدين انت هلا جاية تعبانة يا تقبرني. ريح حالك ونمسى ان شاء الله بنحكي. أكيد راحت لعند أهلها. لك الله يلعن الشيطان. والله أنا أزيت عليها، بس هي الحق عليها اللي طلعتني عن طوري. لك يا سواد وشي منك يا معلم شاهير. لازم روح وجيبها قبل ما حدا يدرى. يا ترى بيكون شاهد تري بالقصة؟ لا 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 لازم الحق. قوم يا ولد الحديد هو حامي. لك الروحة هلا الجماعة بيكونوا ضاجين ومتضايقين، خليها لبعدين. يلا حبيب دورك. دوري يا حدو. لا سيدي مو دورك، انا حافظ دوركم واحد واحد. بعدين زلمة جاي من اخر معمر الله، خليه يطحن على بكير ويتكسر. تاخذ منه حمادي. حدو عنفت لك ايدك. تعال عاوزك
على عيني وراسي، بس ما في حدا شوفت عينك، العالم فوق بعضها. ايه معلش اتركني لك تعال. يا على عيني وراسي. يا عمر. هلا يا اخي. الله يرضى عليك. وقف محل بحده. يا على راسي. شريف. يعني والله اخوك معه حق يزعل منك ويخانك، لانه العمل اللي عملتيه مع جوزك ما له قليله. ايه يا عمو، بس اخي شاهر بعمره ما خانقني وزعلني. بس وليه؟ روحي من وشي احسن ما اقوم فيش كل اهري فيكي. ها طولي بالك يا مو، لك يقطع عمرك ان شاء الله. تركي اختك بحالها بقى. روحي يا مو اغسلي شروال اخوك مشان ينشف من هون للصبح. يلا روحي. حاضر يا مو. يا مو اخوك زعل منك لانكم عم تقللوا قيمته وبتخلوا الناس كلياتها تجي معدله بالعاطي. لا يو، ان شاء الله بتقطع قطع قطع وبتشحتني الكلاب بالزقايق اذا كان قصدي اني اقلل من قيمة اخواتي بين الناس. والله يا تقبريني انا بعرف انه مو قصدك تقللي قيمة اخواتك بين الناس، بس بعملتك هي بتقللي قيمتنا كلياتنا. يوه ايه لكان تقبريني، ايه لكان. قومي الله يرضى عليكي، غسلي وشك وركزيلي حالك، وبس يجي اخوكي بتبوسي ايده وبتطلبي منه السماح. حاضر يا مو. اخي شاهر لوين راح؟ والله راح على الطاحونة، ويمكن يعمل له بهدلة لهالمعتر. يوه معقولة يبهدله يا مو؟ والله يا أمي مو بعيدة. بس والله حرام، يعني أبو حده كتير مسكين. شو يا مو؟ حنيتي؟ هذا الحكي ما حبيته منك بنوب. ها بنوب أنا حكيف هيك؟ يعني إيش كان أنت أخذ أختي بختلف العمر؟ كنت تصرف غير هيك؟ كل كان فهد أنت مفضل العرابي يلي بينكر بيكون ابن حرام، مثل ما بيقول مثل ما العين تكرم مرجع عيون. لا هذا كلام ما بيرضيني بنوب. ها بنوب، اول باشتان ما حدا له فضل على حدا، الفضل لرب العالمين عز وجل. ثاني باشتان انا جوزتك اختي لانك شهم وقبضاي وصاحب نخبة. الله يرضى عليك، نحن ما في عنا حرمة تفوش على جوزها بتخرج عن طوعه بتلبي لها طلباتها. ايه هذا حقها، بس غير هيك لا يا بحدوها. والله يا فهد ما لي بأثر عليها بشي، لبن على عصفور إذا بتطلبه بيكون عندها. عارف عشان هيك أنا عم بقول لك هذا الحكي. بعدين يا منظوم ليش ما حكيت لي من امبارح اللي صار بينك وبينها؟ والله قلت لحالي ما بدي أوجع لك راسك بقصصنا، ما لي فكرت ترد عنكم على البيت. قلت بروح على البيت كلمة مني كلمة منها بيمشي الحال، ببوس راسها وبصالحها. بس والله خجلان منك يا فهد لأني زعلتها. وش كان زعلتها؟ حرمتك هي، انت جوزها وتاج راسها وبتمون عليها حتى لو كانت بنت السلطان. الله يجبر بخاطرك يا فهد. ايه سيدي اسمع مني هالكلمتين اللي بدي لك اياهم منيح. تفضل يا فهد، من يوم يومك ما بتحكي الا بجوزها وكلامك مش رح يصير لك. تفضل. حرمتك ما لها رجع على البيت هلا. شو؟ يا مو والله ما استرجيت واجهه الصبح وصبح عليه. لا يا مو لا، اخوكم بيحبكم وبيخاف عليكم، فالله يرضى عليكي هلا لما بيجي تستقبليه هيك ببسمه حلوه وبتبوسي ايده، هو اكيد اكيد رح يسامحك ويرضى عليكي. الله يرضى عليكم ويوفقكم. رضى علي يا اخي وسامحني. الله يرضى عليكي يا اختي هادي، الله يرضى عليكي. المهم هلا بحده يسامحك. يا وليش لحتى ما يسامحها؟ هو صدق انه شهيره بنت ابو شاهر تصير له مره؟ شو هالحكي يا مو؟ كل الناس خير وبركه. إلهي ربي يكملك بعقلك، أبوك لا راح ولا إجا، الله يرحمه ما كان يتكبر على حدا ابنه. الله يرحمه ويحسن إليه. تعيشوا. آمين. إيه أختي تطلعي هلأ على غرفتي تاخدي الشروال والميتان والصدرية بتغسيهم منيح. لا يا مو لا، مبارح فهمية غسلتهم يا مو وحطتهم بالصندوق. شفتهم يا مو شفتهم، فهمية مو منظفتهم منيح، شهيرة تنظفهم أحسن، شهيرة معدلة ونظيفية. بعدين ما زال شهيرة عنا، بدنا نكسب هيك متعدياتها كم أكلة مرتبة. مثل شو تقبرني؟ يعني كوسة محشي، ششبرك، كوسة بلبن، قشاش. حاكم فهمية بتقرف من القشاش. شهيرة يا مو كمان بتقرف من القشاش؟ لا يا مو، شهيرة ما عادت قرفت. أبو حدو قال لي إنه من كم يوم كانت عملت له أكلة قشة شي مرتب. شو صاير لك أمي لحتى عم تشتهي الأكلات الكبيرة؟ لقيت لحالي ما زالها شهيرة هون منكسبها، بتعملنا هيك أكلة ظريفة من تحتياتها، ما هيك شهيرة؟ آه إيه أخي تكرم عينك. الله يسامحك يا أبو حدو.
هي سبة بعتت لنا اياها جارتنا ام حسن. شهيرة يا اخي بس خلصي من الغسيلات وتنطي على المضافة تعزلي اياها الله يرضى عليكي. يا مو ما لنا كم يوم معزلينا انا واختك فهمية. اي والله والله ضلينا نشتغل فيها طول النهار لحتى صارت عم تضوي ضوء. ايه اسمعنا اخواني منيح يا مو. خلص هلا بخلي فهمية تنظفها. لا امي انا بدي شهيرة تنظفها. شغل شهيرة غير شكل عطافة نظافة وترتيب. يا الله يصلح ولا بحده. يعني واحد عنده هيك وردة وبيزعلها. شفت يا مو شفت؟ صحيح ما قلت لي يا مو شو صار بينك وبين صهرك أبو حدو؟ لأنه كل ما بسألك بتقلي بعدين. شو بده يصير يعني؟ عملت له اللازم. يو بس ما تكون ضربته؟ لا يا مو شو ضربته؟ بس حكيت معه جوز كلام أمر بالضرب. إيه هيك ها؟ خليه يتربى وخليها عنا كم يوم. لا يا مو شو كم يوم؟ يا أبو حدو ما عاد بده إياها. أنا لما قلت له هالحكي قال لي أنا كنت متحملها كرمالك ومازال أنت ما بدك ترجعها إجت ممكن قبل ما تيجي مني. يو أبو حدو هيك قال؟ يا مو شهيرة يا شهيرة. إيه يا مو عم غير لك الضوء. يلا أمي خلصي مشان نلحق نخلص عبكير. شو فيه هالكيس يا مو؟ فيه قشش يا مو. واللعي إن شاء الله. يلا مشان تنطفيهم معنا. لا يا مو لا لا بنظفهم ولا بقرب عليهم. بعدين ما سمعتي شاهر بده شهيرة هي تنظف له ياهم وتطبخ له ياهم. خير يا مو شوفي أخوكي بعت القشش يا مو. يلا شهيرة خانم قربي حبيبتي مدي إيديكي ورجينا شطارتك. ولا بس عند أبو حدو بتطبخي له قشش وعنا بتتمقرفي يا بعدي. جيناكم يا أهل الدار جيناكم كبار صغار جينا وما لقينا لا